بارتي رسمالي مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كما وعدناكم غادي نتكلموا اليوم على الكوليسترول المفرط او الزائد مع ضيفتنا الكريمه اللي معنا على الخط مباشره الدكتوره اميمه عليقال، اخصائيه في امراض القلب والشرايين. الى عندكم سؤال في هذا الموضوع تواصلوا معنا على الرقم 05 37 70 59 39، 05 37 70 59 39. دكتوره اميمه عليقال صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوه. صباح النور استاذ حنان، سعيدة مجددا باستضافة اليوم على البرنامج وتحية المستمعين الكرام. ونحن أسعد دكتورة أميمة. إذا الكوليسترول المفرط أو الكوليسترول المرتفع شنو هو بالضبط دكتورة؟ بالنسبة للكوليسترول المرتفع خاصنا نعرفوا بأنه قبل ما نهضروا على المشكلة ديال ارتفاع الكوليسترول في الدم، خاصنا نعرفوا بأن الكوليسترول هو مادة دهنية أساسية ومهمة بالنسبة للجسم. نعم. هو تدخل في التركيبة ديال جميع الخلايا ديال الجسم، يعني مكون أساسي. نعم. وخاصنا نعرفوا كذلك أن الكوليسترول عنده جوج ديال المصادر، مصدر داخلي بحيث 60% تيصاوبوا الكبد، كيتصاوب على مستوى الكبد. نعم. و 40% تيجي من الأكل. اللي خصنا نعرفه كذلك أنه الكوليسترول عنده أدوار مهمة. نعم. في الدم، يعني كمادة دهنية عنده أدوار مهمة. يعني هو صحي لأنه منه كيتصاوبوا الهرمونات، منه كيتصاوبوا الفيتامينات مثل فيتامين دي، وكذلك هو المكون الأساسي ديال المادة ديال الصفراء اللي كتصاوب على مستوى الكبد، المرار لابيل اللي كتهضم لنا الأغذية. نعم. إذا الكوليسترول كمادة دهنية هو ماشي مادة خايبة، هو مادة مهمة ومفيدة للذات. المشكلة تطرح ملي كيكون عندنا ارتفاع الكوليسترول في الدم. نعم 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 نعم. نبغي نوضح بالنسبة للكوليسترول، دابا من تنديروا التحاليل ديال الدم باش نعرفوا الكوليسترول واش مرتفع ولا لا، مرتفع ولا لا، خصنا نعرفوا بأنه التحاليل ديال الدم زعما المختبرات تيعطيونا 4 ديال القياسات ديال المواد الدهنية، 4 هي الكوليسترول الإجمالي هو الكوليسترول توتال. نعم. اللي ما خاصوش يفوت القيمة ديال 2 حتى 2.2 غرام في اللتر. كاين الكوليسترول السيء أو الضار اللي هو لو ال دي ال، اللي ما خصوش يفوت واحد القيمة ديال 1.6 غرام باغ ليتر، ولكن على حسب كل شخص. وكاين الكوليسترول النافع او الحميد اللي مزيان، لو بون كوليسترول اللي هو اتش دي ال، اللي ما خصوش يكون اقل من 0.4 حتى 0.45 غرام باغ ليتر. نعم. الوغ هذه المساله ديال علاش نقولوا هذا كوليسترول مزيان وهذا كوليسترول خايب، ال دي ال علاش سميتو السيء ولو موفي كوليسترول، لأنه بكل بساطة هذا النوع ديال الكوليسترول LDL ملي كيكون مرتفع في الدم كيتعرض لواحد العملية ديال الأكسدة في الدم. نعم. وكتخليه أنه كيترسب لنا في الجدار ديال الشرايين. نعم. مما يؤدي إلى تكون دوك لي بلاك ديال الكالكير والتصلب ديال الشرايين وتيتخنقوا لنا العروقة. نعم. بعكس الـ HDL على سميتو كوليسترول نافع، هو تيقوم بعكس ديال LDL، سيكو هو تينقي لنا الدم وتينقي لنا الخلايا من داك الإفراط ديال الكوليسترول وتيديه نحو الكبد باش يتم التخلص منه وإعادة الهيكلة. نعم. على وحدة تفضلي، أنه كاين الدهون الثلاثية هو القيمة الرابعة اللي كتعطف التحاليل، هما لي تريغليسيريد، هذوك سميتها الشحمة الثلاثية، اللي ما خاصهاش تفوت 1.5 غرام باغ ليتر، وهذا النوع الثاني من الدهون زعما مختلف على الكوليسترول. نعم. إمتاش كي الأسباب اللي كتخلي الكوليسترول يرتفع عندنا دكتورة أميمة؟ ألوغ بالنسبة للأسباب، أول سبب هو النظام الغذائي، يعني الأطعمة اللي كتكون غنية بالدهنيات المشبعة. الدهنيات حتى الدهنيات فيهم جوج الانواع، كاين الدهون المشبعه لي غرا ساتوري، وكاين اللي هي اللي مضره. نعم. وكاين الدهون الغير مشبعه اللي هي زعما ذات مصدر نباتي. نعم. الوغ ملي تيكون الغذاء النظام الغذائي اكثريته دهون مشبعه، يعني الاغذيه الحيوانيه، هنا تيكون عندنا مشكل. نعم. كذلك سبب ثاني كيكون زياده في الوزن والسمنه المفرطه. كذلك الناس اللي ما تيديروش الرياضه، عدم ممارسه الرياضه، يعني ما تيحرقوش الكوليسترول. وكاين بعض الحالات ديال امراض ديال الغدد بحال مثلا الهيبوتيرويدي، انخفاض ديال مستوى افراز الغده الدرقيه ديال الهرمونات ديال الغده الدرقيه. وبعض الامراض بحال امراض الكلي اللي كيتسمى متلازمه لو سيندروم نيفروتيك، ولكن هادو حالات نادره.
واخيرا كيكون واحد العامل الوراثي، ولكن العامل الوراثي داخل في اطار ارتفاع الكوليسترول الوراثي ليبر كوليسترولمي فاميليال. هذه حتى هي كتكون حالات نادره تنشكو فيها ملي تيكون الشخص باقي صغير في السن وعنده وزن عادي ما عندوش السمنه وكيعنده اكل صحي متوازن ما فيهش الدهون زعما المشبعه وتيكون عنده مستويات مرتفعه ديال الكوليسترول لو موفي كوليسترول ال دي ال يعني قيم فايته 2 غرام. ديك ساعات يمكن لنا نشكو في عامل الوراثه. في عامل الوراثه نعم. وشنو هي الاعراض يعني باش نعرفوا راسنا ربما ولا نشكو باننا عندنا مثلا هذا الكوليسترول مرتفع؟ نعم، سؤال مهم، لان الاعراض خاصنا نوضحوا بان ارتفاع الكوليسترول بدا هو ماشي مرض في حد ذاته، هو ماشي داء ماشي مرض. نعم. هو عامل خطر. عامل خطر ديال الجلطه الدماغيه وديال الجلطه القلبيه اللي تهدد بتصلب الشرايين والاوعيه الدمويه بحال ارتفاع الضغط الدموي والداء السكري. نعم. وبالتالي هو ماشي مرض وما عندوش اعراض. ما عندوش اعراض خاصه به. يعني في حالات نادره جدا، اقول نادره جدا. نعم. وعموما ملي تيكون ارتفاع الكوليسترول الوراثي تيكون عندنا واحد تورمات اورام صفراء بحال شكل ديال الحبوب صفر تيكونوا في الجفن ديال العين ولا تيكونوا في المرفقين ولا في الركبتين في العصب كيتسموا لي كزانطوم ولا كزانتيلازما. هذه ناتجه على ترسبات ديال داك الافراط في الكوليسترول تيمشي تيترسب لينا في المستوى تحت الجلدي. ولكن سي اكسبسيونيل يعني حالات نادره جدا يعني احنا ما نتسناوش دوك الاورام. وبالتالي ارتفاع الكوليسترول هو عامل خطر تيهدد تصلب الشرايين. ما تيكونوش الاعراض في غالب الاحيان تيتم الاكتشاف ديالو في اطار المضاعفات اللي هما قلت لك الجلطه الدماغيه الجلطه هذه الدبحه الصدريه ولا انسداد العروق ديال الرجلين. دونك ما خصناش نتسناو حتى يطرى لنا المضاعفات عاد نعرفوا. داكشي علاش خصنا نديروا كشف مبكر على الاقل مره في العام نديروا التحاليل ديال الكوليسترول ديال الدهون الثلاثيه. نعم. المضاعفات يعني هي السكته الجلطه الدماغيه هادو هما المضاعفات ديال يعني المراحل الخطوره ديال ارتفاع الكوليسترول. نعم هذا هو المشكل سكو هو يعني عامل خطر صامت يعني ما تيكونش بزاف الناس بدا كيسحب لهم الدوخه هذه كت بزاف الناس تيقولوها تيقول لك راه فيها الدوخه وملي مشيت درت تحليله ديال الكوليسترول لقيته طالع دونك هو اللي كان داير لي الدوخه. الوغ الدوخه والتنمال ديال الاطراف ما عنده حتى شي علاقه مع الارتفاع يعني ما كاينش علاقه مباشره ما بين ارتفاع الكوليسترول وما بين العرض. المضاعفات اللي كنخافوا منها هي الجلطه الدماغيه اللي كنا هضرنا عليها هذيك النهار. تمام. هي تسدو العروقه ديال القلب الشرايين ديال القلب وكتعطينا الذبحه الصدريه ولا تسدو الرجلين العروقه ديال الرجلين وبالتالي الله يستر تنصدقوا في مراحل متقدمه يقد كاع نوصلوا للبصر ديال الاطراف. وسورتو كو ملي تيكون الشخص عنده عوامل اخرى اللي هما التدخين الداء السكري هما كلهم عوامل صامته اللي كي تنقولوا كيتحاموا بعضياتهم وتيتهموا في تصلب الشرايين. نعم. شنو هما يعني بالنسبه للعلاجات مختلف العلاجات ديال ارتفاع الكوليسترول دكتوره اميمه؟ بالنسبه للعلاج كيف قلت لكم السبب الاول تيكون هو النظام الغذائي غير متوازن تيكون غني بالدهون المشبعه. دونك اول علاج زعما اول محور ديال العلاج هو الحميه. هو خصنا نبدلوا النظام الغذائي خاص نقللوا من الدهون المشبعه اللي قلت لك لي غاس ساتوري اللي ذات مصدر حيواني بمثال اللحوم الحمراء بمثال الالبان فيها مشتقات الحليب البيض والزبده البلديه هادو والمقليات هادو ما خاش نكثروا منهم يعني خاص يكون بطريقه معتدله وخاصنا يتم استهلاك الدهون المفيده اللي هي غير مشبعه كون ابل لي غرا انساتوري وهي مصدر نباتي اللي بحال اوميغا 3 واوميغا 6 اللي كتكون في زيت الزيتون زيت الذره زيت الزيوت النباتيه المكسرات والسمك. دونك السمك على الاقل خاص يكون واحد 2 مرات في الاسبوع ولكن ما يكونش مقلي باش يتم الاستفاده منه. نعم. وفي اطار الحميه بالنسبه للناس اللي عندهم الدهون الثلاثيه حيت كاين اللي تيكون عنده الدهون الثلاثيه والكوليسترول طالع وكاين اللي تيكون عنده غير الدهون الثلاثيه. الوغ الدهون الثلاثيه غادي نركز على 2 المسائل انه خاصهم يردوا البال في الحميه ينقصوا من السكريات ومن النشويات باسكو كاينه علاقه وطيده ما بين السكر وما بين الشحوم الثلاثيه ومن خاص يتم التقليل من شرب الكحول لانه هو السبب الاول ديال الدهون الثلاثيه اللي كطلع. خاص عاوتاني في العلاج ممارسه الرياضه. نعم. حنا تنانسيستيو
زعما على المشي على الاقل نصف ساعه في اليوم ثلاثه المرات في الاسبوع. دونك هذه هي اللي منصوح به من طرف المنظمه العالميه للصحه. خاص الاقلاع عن التدخين ومراقبه الداء السكري وارتفاع الضغط الدموي، لان كي قلت لكم هذه العوامل كامله تساهم في تصلب الشرايين. وكاين الادويه اللي كينعطوهم عموما تنبداو بالحميه وعاده نوصلوا للدواء، ولكن على حسب الحاله، على حسب الحاله، لان اللي تقاتلوا العروقه وداك الشيء تنعطيو الدواء موازاه مع الحميه. الوغ بالنسبه للادويه هنايا غادي نبغي نوضح غير واحد المساله مهمه. انه الادويه ديال خفض الكوليسترول بزاف ديال الناس تيخافوا ياخذوها، يعني نظرا لواحد الضجه الاعلاميه بالذات في الدول الاوروبيه على هذه الادويه، لانها كونكور كانت مضره بالكبد. خاصهم المواطن خاصو يعرف واحد المساله مهمه، بانه الادويه ديال خفض الكوليسترول هو بحال الادويه كامله، يعني عندها اعراض جانبيه. يمكن له يضر بالكبده، ولكن حنا ما تنعطيوش حتى تنكونوا تاكدنا من التحاليل ديال الكبده، وتنبقاو نديروا مراقبه للكبده باش 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 نتفاداو هذوك اللي كيتسمى لاسيتوليز هيباتيك، يعني العرض الجانبي ديال هذا الدواء. ومساله اخرى بغيت نشير ليها، سي كو بزاف ديال الناس تنعطيوهم الدواء مثلا مور الجلطه الدماغيه ولا مور الذبحه الصدريه سيستيماتيك مع الدويات اللي تيجريو الدم. وتمشي يدير التحاليل ديال الكوليسترول، ملي تيلقى مزيان تنوض يحبسوا من ديتو راسو. هذا خطا كبير. علاش؟ لانه حنا ملي تنعطيو الدواء من بعد مضاعفات، الهدف ديالنا من غير انه نخفضوا الكوليسترول عندنا اهداف اخرى. نعم، حتى ذاك الدواء عنده فوالا عنده ادوار اخرى، انه مضاد للالتهاب اونتي انفلاماتوار ومضاد للاكسده. وبالتالي تيحد لنا من تصلب الشرايين. داك الشيء علاش تنعطيو الدواء يعني بصفه سيستيماتيك. باغ فوا كاع تيكون القيمه ديال الكوليسترول في الدم ما مرتفعش، وكتعطيو هذاك الدواء فوالا، وتنعطيو ذاك الدواء. وهذه خاص الانسان غير فهمها بانه عاطينوه لاهداف اخرى، يعني ما تهمناش حنايا القيمه ديال الكوليسترول اللي تيعطينا المختبر. نعم، يعني بالنسبه للوسائل الوقايه، ربما بشكل اساسي هو التغذيه الصحيه والسليمه والابتعاد على الدهون والسكريات، اللي نعم. فهمت من الهضره ديالك دكتوره اميمه. الحماية الوقاية دائما خير من العلاج. خاص النظام يكون غذائي متوازن، سكون ابل لو ريجيم ميديتيرانيا، يعني هو النظام اللي كيكون فيه على الاقل في كل نهار خمسة ما بين الفواكه والخضر، وخاص يكون السمك على الاقل جوج مرات في الاسبوع. وخاص هاد المواد مثلا بحال دابا الزيت البلدي، انا قلت لك بانه مزيانة صحية، ولكن عاوتاني ما خاصناش نطيحوا في الافراط تماما. مثلا جوج الكميه المنصوح بها مثلا بالنسبه للزيت البلدي، باسكو كاين تيم الاستهلاك ديالو بزاف في المغرب، ما بين جوج معالق ثلاثه المعالق في اليوم، لانه اون فوا تيزيد على هذه الكميه. كذلك الفواكه الجافه والمكسرات، اون فوا تنفوتوا هذه القيمه تنوليو في السعرات الحراريه اللي طالعه بزاف، تنطيحوا في السمنه، ودونك تنطيحوا في مشاكل اخرى، الدهون الثلاثيه، وتنطيحوا في مشاكل اخرى. وكذلك الرياضه، لان الانسان خاصو يحافظ على واحد الوزن ديالو. خاص الرياضه تنقصدو بها غير المشي، يعني ماشي ضروري الانسان يتسجل ويدير كيسكون ابي لو سبور دو او نيفو. دونك المشي ثلاثه المرات في الاسبوع، نهار هي نهار لا، نص ساعه، وهذا كيخلينا اننا نحافظوا على مستوى ديال الكوليسترول مزيان في الدم ديالنا. دكتوره اميمه علقه، الاخصائيه في امراض القلب والشرايين، شكرا جزيلا على تلبيتك للدعوه وعلى التوضيحات والنصائح القيمه، والى فرصه قادمة بحول الله.